لا احنا رايحين اوفرتون اكتف دايركتوري فروم انسر 5. ازاي ان انا اصطب بالاكتف دايركتوري منين؟ من انسر 5. بمعنى ايه؟ المكنة اللي قدامي دي انا كل اللي عملت فيها بس دخلت على سيرفر مانجر، تمام، ودخلت على اد رولز، نكست نكست، سطبت بس الاكتف دايركتوري دومين سيرفيس بس مش اكتر، ما عملتش اي حاجه تانية، لكن ما سطبتش ايه سميه الاكتف دايركتوري. لو انا ضغطت هنا على العلامه دي وقلت له برومبت، فاكرين انتوا الويزرد اللي كنت بقول له نكست نكست لغايه ما يخلص، تمام؟ لا انا دلوقتي اساسا عايزه ان انا اشغل كده طريقه معينه، ادبل كليك على انسر فايل، هو بعد كده اللي يسطب الاكتف دايركتوري من غير ما انا اجاوب على ولا سؤال، تمام؟ فبدل تاني ما اسطب الاكتف دايركتوري من الويزرد، لا انا جهزت اوريدي انسر فايل. الانسر فايل ده اساسا جبته منين؟ فاكرين لما كنت سطبنا الاكتف دايركتوري اول مره خالص وكان في اخر الشاشه خالص كان بيقول لي فيو سكريبت وانا سايبته على الديسك توب، تمام؟ ادي الانسر فايل دبل كليك. على سبيل المثال الموديول اللي انا عايزه اسطبها اللي عايزه اسطب ديليجيشن من دي ان اس ولا لا، الداتا بيس بتاعتي هتبقى فين؟ تحت الان تي دي اس، تمام. الدومين اسم الدومين بتاعي، النت بايوس نيم، تمام. هي هسطب دي ان اس ولا لا، اللوج باس، اللوج هتتحط فين؟ مش هي دي كل الاجابات اللي انا كنت جبتها؟ صح. في حاجه واحده بس ميسنج في الفايل ده، ايه؟ الريستور مود باسورد. فاكرين لما كنت بسطب وكان بيطلب مني باسورد بتاعت الريستور مود، وقلت لكم ده اصلا هيحل لي مشاكل كتيره قدام، حصل اي مصيبه في الاكتف دايركتوري هرجعه تاني عن طريق الريستور مود، تمام. هنا مش مثال ليه؟ كمان بالسكيورتي هو شايلها من هنا اساسا عشان ايه؟ ما يظهرش الباسورد، افرض الملف ده وقع تحت ايد حد، تمام؟ بالظبط، ما تظهرش كتير تكست. فهي دي الحاجه الوحيده اللي هتطلب مني بعد ما اشغل الملف ده، هيطلب مني بس اللي بتاع الريستور مود والباقي نكس نكس، مش هعمل فيه اي حاجه تاني، تمام. نجرب كده الكلام ده. ده ملف اهو، هصر بس الامتداد يو اكستنشن، هسمي الملف اي حاجه مش فارق معايا، هسيبه زي باسمه مثلا. المهم عندي ان الامتداد يكون بي اس 1، بي اس 1 الامتداد هيكون ايه؟ بي اس 1. اخدتوا بالكم انه شكله قلب كده كانه باور شيل، تمام. ده ملف دلوقتي باور شيل، هفتح عليه الباور شيل عادي جدا، ادبل كليك عليه هيشتغل، جاست ان انا ادبل كليك عليه هيفتح اصلا بالباور شيل ويبدا ان هو يسطب مع نفسه، تمام. قبل ما اشغله بقى هنتكلم شويه كده حاجه هيستوريكال قبل كده. ايام ويندو سيرفر 2003 كنا بنعمل داونلود، ما كانش عندي اوبشن ان انا اسيف الايه؟ ملف السكريبت ده او الانسر فايل ده، فكنا بنعمل داونلود اساسا من اي ملف موجود على الانترنت او ان انا اكريته بايدي. طبعا ان انا اكريته بايدي كانت بتبقى عمليه مرهقه ودمها، فعاده كنا بننزله من على النت، تمام؟ اعدل بس بالظبط، اعدل فيه الحاجات اللي انا عايزاها. طب اشغله ازاي؟ كنت بفتح قائمه رن، تمام. لو انا قلت له دلوقتي دي سي برومو، امر دي سي برومو اساسا احنا اتفقنا ان ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 اختفى، بس بالمناسبه هو ما اختفيش توتالي، يعني لو انا قلت له على علامه استفهام في شويه اوبشنز ستيل ممكن انا استخدمها. زي على مين؟ زي على فورس ريموفل لسه موجود اهو، على ادفانسد عشان لو حبيت ان انا اعمل اللي هو الانستول فروم ميديا، تمام. في شويه شغل هو لسه موجود. في عندي هنا كمان ان اتند، يبقى ممكن اقول له هنا دي سي برومو، دي سي برومو مسافه على ان اتند، ده ايام ويندوز سيرفر 2003، تمام. وبعد كده اقول له مسافه وادي له المسار بتاع الملف، زي مثلا هقول له ان هو تحت سي تحت مش عارفه مين، ادي له المسار. او بدل ما كنت بقول له ان اتند كنت بقول له انسر، وبرده اديله
المصدر بتاع الماستر فايل واضغط انتر ومع نفسه يبدا هو يصدر. ده كان ايام ال 2003. ايام ال 2008 اول ما ظهر ال 2008 بقى بيديني اوبشن ان انا اسيب الملف، بس بالمناسبه كان ملفي بيبقى تكست، بيبقى امتداده تكست وبشغله تكست بنفس الطريقه دي. دي سيبرومو على ان اتند او انسر واديله المسار. ابتداء من 2012 شكل الانسر فايل اساسا بقى شكله مختلف خالص، يعني لو قلت له اوبن ويز اوبن تمام شكله اساسا اختلف خالص تمام، ما بقاش نفس الشكل القديم، ده بقى عباره عن اوامر كلها باور شيل، عباره عن كلها ايه اوامر باور شيل. طب انا اسطبه ازاي دلوقتي زي ما اتفقنا؟ دبل كليك سوري ران اوبن ويز او ران ويز باور شيل. الحاجة الوحيدة اللي هيطلبها مني بتاعة الستيب مود بتاعة الايه الريستور مود تمام. انا مش هشغله بالطريقة دي على فكرة، انا لو جاست ان انا اديله الباسورد وانتر هيفضل يتنفس بعد كده، هيفضل يسطب ويسطب الاكتف دايركتوري تمام. انا مش هعملها بالطريقة دي، امال هعملها ازاي؟ افرض دلوقتي نشوف الاول ملف السكريبت بتاعي ريستور يوزنج انسر فايل تمام. احنا قلنا تاني اول حاجه ان انا هكريت الملف واغير الامتداد لبي اس 1 عشان يتقري بالباور شيل. الباور شيل دايما امتداده بيبقى بي اس 1 تمام. افرض دلوقتي ان الانسر فايل ده او ملف السكريبت ده انا كنت نزلته من على النت، ما كنتش انا كريته بايدي زي حالتي كده، لا انا كنت ايه نزلته من على النت. مش جايز حد ابتدر لعب في الملف ده ودخل جواه وحطني جواه مثلا اوامر بطريقه معينه تعملي هيكنج على السيستم بتاعي. فانا دلوقتي عايزه ابقى تراستد في الملف اللي انا نزلته تراستد فعلا سليم ولا لا تمام. فعلشان كده ريكومندد ان انا في الاول بقول له اكزكيوشن بوليسي. اكزكيوشن ايه بوليسي؟ لو اخدت الامر ده ونفذته هيقول لي الاوت بوت ريموت سايند. يعني ايه ريموت سايند؟ يعني معناه ان هو هيقبل بس ان هو يرن السكريبتات اللي انا مانيوالي هعمل لها، اللي انا مانيوالي هكريتها بايدي، مش اللي انا عملت لها داونلود. لو جينا نكتب الامر ده كده هنا نفتح الباور شيل قال لي ايه ريموت سايند. قلنا تاني طالما اداني ريموت سايند ده معناه ان لو جيت انفذ اي سكريبتيه مش هيقبل الا اللي انا عاملاها بايدي بس، اي واحده انا منزلها من على النت مش هيقبلها تمام. طب لو انا دلوقتي عايزه اسمح له ان هو ينفذ مثلا السكريبتيه دي، في عندي كذا اوبشن، ممكن اقول له ريستريكتد او اول سايند او ان ريستريكتد. نمسك واحده واحده. ريستريكتد يعني ايه؟ ريستريكتد معناه ان هو هيرضى ان هو ينفذ لي او يكريت لي السكريبت السكريبتيه دي بشرط ان هو يكون مثلا سايند من مايكروسوفت. لازم تكون ايه سايند من يعني ايه سايند من مايكروسوفت. في بعض السكريبتات باجي انزلها على فكره هي اول سايند اونلي لو سايند سكريبت، هي دي اول سايند دي معناها في بعض السكريبتات انزلها من موقع مايكروسوفت نفسه فيبقى عليها ساين البصمه بتاعت مايكروسوفت تمام. اعرف ساعتها اظبطها طالما عليها ايه البصمه بتاعت مايكروسوفت، لكن لو مش عليها البصمه السيجنتشر بتاع مايكروسوفت ده مش هترضى تمام. ريستريكتد مش هيرضى يسطب لي حاجه، ريستريكتد من اسمها مش هيرضى يسطب لي حاجه. ان ريستريكتد ده معناه هيرضى يسطبها لي سواء هي ساين من مايكروسوفت او غير ساين من مايكروسوفت تمام. طب تعالوا نجرب مثلا ان انا اغير البوليسي لان ريستريكتد، فاقول له ايه سيت اكزكيوشن بوليسي، خلي البوليسي بتاعتي ان ريستريكتد. كوبي تمام. انت متاكده؟ يس. لو قلت له المره دي بقى اكزكيوشن بوليسي قال لي ان هي لوحه ايه ان ريستريكت، يبقى ده معناه ان اقدر ان انا اعمل انستليشن يعني لاي بوليسي لاي سوري سكريبت فايل سواء انا عاملاه بايدي سواء نازل من مايكروسوفت سايت سواء نازل من مايكروسوفت ان سايت اي سكريبت هعمله. طبعا ده فيري دينجرس ان انا اعمل حاجه زي دي، بس زي ما قلت لكم دي سكريبتيه انا اللي عاملاها بنفسي فمفيش قلق منها تمام. بعد كده هشاور على مكان السكريبتيه، هشاور على مين؟ مكان السكريبتيه واكتب اسمها بس. فانا بس هنقل السكريبتيه بتاعتي هخليها مثلا عندي على السي عشان يبقى سهل ان انا
ابراهو ثانية. فاقوله سي دي باك سلاش عشان اتنقل بس لمين السكريبتية بتاعتي، واقوله دوت على اسم السكريبت بتاعي اللي هو انسر فايل. بالمناسبة دي نفس طريقة ران السكريبتات اساسا في لينكس، هي هي برضو بقوله دوت على اسم ملف السكريبت بتاعي انتر. قال لي طب السيف مود حاضر، الريستور مود حاضر. بصوا ايه اللي بيحصل فوق بقى، بيفريفاي البري ريكويزيتس، مش هيسالني اي اسئله بعد كده، هو هياخد كل الاجابات اللي موجوده اصلا في السكريبت فايل ده وهينفذها. ولو تاخدوا بالكم عمال يديني شويه ورنينج، طبعا نفس الورنينج اللي كان بيظهر قدامي اساسا في الوزر. على سبيل المثال ده اللي هو كان حته اللي بيقول لي ان الويندوزات القديمه يعني هتعمل لك مشاكل في السكيورتي، اللي بعديه اللي هو الديليجيشن بتاع الدي ان اس، تمام نفس الورنينج اللي كانت بتظهر لي اثناء الوزر وعمال يسطب فوق اهو. تمام هيخلص بعد ما يخلص المفروض ان هو يرست ايام. بالمناسبه لغايه ما يخلص كده ايام ويندوز سيرفر 2008 كان الانسر فايل ده كان بيبقى فيه اوبشن عايزه تعمليه ترستي ولا لا، وكان بيبقى جنبيه الديفولت يس وجنبيه علامه الهاش، يبقى ما بيتنفذش، كنت انا اللي برست بايدي او اشيل علامه الهاش دي وبعد كده ايه هو هيرست بنفسه، لان الانسر فايل ده اساسا اي هاش معناه ان السطر ده كومنتد. تمام هوقف كده لغايه ما يخلص بدل ما يطول. اهو واخدين بالكم بعد ما خلص بعد دقيقتين كده تقريبا، وبعد كده لوحده بيعمل ايه؟ ساين اوت، هيرسل دلوقتي وبعد ما يقوم هنلاقي الاكتف دايركتوري بيتطبق بيرسل. هنوقف برده لغايه ما يخلص. بعد ما خلص وعمل ريستارت لو جيت فتحت تولز موجودين اهم اكتف دايركتوري مثلا يوزرز اند كمبيوترز. فتح هو الاكتف دايركتوري ريسيرش اند كمبيوترز تي شوت، كل حاجه موجوده هنا. تمام لو جيت هنا برضه فتحت تولز اكتف دايركتوري ساينس اند سيرفيسز، فتحت سايتس ديفولت، فعلا الاكتف دايركتوري بتاعي اتسطب صح ولا لا؟ سالني ولا سؤال؟ دي الطريقه الاولانيه اللي انا سطبت بيها الاكتف دايركتوري. في طريقه ثانيه؟ عن طريق الباور شيل، عن طريق اوامر في الباور شيل. انا مش كله مش هياخد حاجه. تمام وساعتها شغل اللي انت عايزه. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ما اعتقدش ان انا في حياتي سطبت اكتف دايركتوري من انتر فايل. هو الوزر اللي اخد مني ايه؟ ده نيكست نيكست، انا يعني مش هقدر اطلب نيكست نيكست بس عشان نشوف كل الاحتمالات. تمام فاللي انا هعمله دلوقتي هريموف اللي انا عملته، هريموف الرولز دي، هريموف الاكتف دايركتوري، نيكست نيكست. على ما ربنا يقوم بالسلامة. المفروض ان انا اعمله ديموت، وبعد ما اعمله ديموت طبعا هيطلب ريستارت. بعد الريستارت هشيل كل الرولز كمان، هدخل على ادم ريموف رول واشيل كل رولز كمان. تمام علشان بعد كده نبدا ان احنا نسطبها حتى رولز. هنسطبها عن طريق ايه؟ عشان دي كده خلاص ريموف رولز، هسطبها بقى عن طريق ايه؟ الباور شيل. تمام نعمل بس كده ديموف ونمشي الوزر، واول ما اقول له ديموف هنوقف البيدج. اوكي طبعا ده ذا لاست دومين كنترولر في الشبكه صح؟ بس يعني بدل ما اوجع دماغي كده كده انا مش انترستد يعني وما عنديش اكتف دايركتوري تاني ولا حاجه، فاقول له ايه؟ فورست ريموفال وخلاص مش فارق معايا.
المحاضرة اللي فاتت اخدته ان في فيو سكريبت كمان. هوقف بقى بعد ما يخلص نكمل. بعد ما عمل ريستارت اهو هاجي بس هنا على ريموف رولز لسه بيتجمع. لا لا معايا معايا ريموف ريموف نيكست نيكست هشيل السيرفيس المره دي طبعا مش هيدي ايرور لان انا عملت ديموت للاكتف دايركتوري وهشيل كمان الدي ان اس لان احنا اتفقنا هنسطب من البدايه خالص بس بالباور شيل بقى تمام. دي ان اس ريموف نيكست نيكست واقول له ريستارت لما تخلص وريموف. بعد الريستارت هنكمل. بعد ما خلص انا كده شلت ريموف ايه للرولز كمان يعني الجهاز ده ما كان نضيفه خالص. اوكي ناخد بقى الطريقه الثانيه اللي هي ان انا هسطب يوزنج انسر فايل جاست ان انا بس في الباور شيل هقول له انستول ويندوز فيتشر. انا عايز اضيف انهي فيتشر؟ الاكتف دايركتوري دومين سيرفيس وبالمره المانجمنت تول عشان امانج الاكتف دايركتوري بتاعي. طيب لو انا كنت شغال على ويندوز كور هسطب ايه؟ الدومين سيرفيس بس مش هسطب المانجمنت كور ده كور بقى تمام. ناخد كده الامر الاولاني. الامر ده بقى اللي هو اللي هينستول اساسا بدل ما انا اجي هنا واجي تحت اد رولز واقول له نيكست 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 بدل ما انا احط هنا علامه الصح على اكتف دايركتوري ويندوز سيرفيس لا هو اللي ايه هيسطبها دي في اول الباور شيل. دي تفرق في ايه يا محمد؟ طالما انت بتفتح الباور شيل كده هتفرق لو انت مثلا بتستول طبعا علامه الصح دي انا مش هحطها هنا تمام. كنسل نفتح بقى كده الباور شيل. اتاكد تاني ان انا احط كوبي. تفرق ايه لو انت مثلا عندك كذا جهاز مره واحده عايز تسطب عليهم اكتف دايركتوري؟ انت ممكن تعملي ده اساسا في سكريبت فايل زي ما احنا على السكريبت اللي انا عملته من شويه ده وتفرضه على كذا وخلاص. خصوصا كمان ان احنا هنتعلم ان انا ممكن افرض سكريبت فايل عن طريق اساسا الدومين كنترولر يسطب على كذا كتير. فلو انت عايز تسطب اكتف دايركتوري على كذا كتير بالطريقه دي كده اسهل. انما لو عندك اكتف دايركتوري واحد بس مش مستاهل مش مستاهل تمام. هو المفروض كده يبدأ يسطبها. بعد ما يخلص الانستليشن هيشغل تاني الفيديو. بصوا الكونكت الداتا اهو بيعمل انستليشن اهو تمام معايا. خلص اهو سكسس. هي دي بس تقريبا كنت اخدت كوبي من حاجه واتعمل لها بس من غير ما اخد بالي. الايرور ده بيقول لي ان او ار ده اساسا مش موجود يعني امر دازنت اكزيست انما هو هنا خلص تمام سكسس. بعد كده هقول له ايه؟ سطب لي الاكتف دايركتوري اللي اسمه او الدومين سيرفيس نسمها هسمي الدومين بتاعي ecst.com تمام. حاضر نكتب الامر ده. كوبي انتر. المفروض دلوقتي يسالني على الستور مود سالني عليه اهو بيقول لي دلوقتي اضغطي يس على الاوبشنات دي يعني مش هيبدا ان هو يسالني اسئله ولا حرف الاي يس تقول ساعتها انا هقبل كل الديفولت ولا ان نو ولا ال نو تقول تمام. انا هقول له دلوقتي ايه عشان اقبل كل الديفولت ما يسالنيش في اي حاجه خالص يعني مثلا عايزه تحطي مش هو في وزر بتستك انا دلوقتي بدل ما يسالني على مستوى كل وزر على مستوى كل ليكس يسالني عايزه تعملي ايه وانا اقول له يس ولا نو انا هقول له ايه يس تقول معنى كده انه هيقبل الديفولت كله يعني مثلا لو الديفولت يعني ما بنكسبش منها حاجه علشان لو انت حبيت ان انت مثلا تغير حاجه في الديفولت تمام. انما دلوقتي انا بقول له ايه اقبل كل الديفولت يس تقول تمام انتر. المفروض ان هو هيبدا دلوقتي يسطب ويتشيك على كل البري ريكويزيت ويبدا يسطبه مع نفسه يعني انا كده مش هعمل اي حاجه خالص. وطبعا في كذا ورننج هيظهروا نفس الورننج اللي كانت ظهرت لي قبل كده ان هو مين عشان الميزات القديمه في الكيور بتاعها عشان الدي ان اس والديليجيشن بتاعها وبعد ما يخلص لوحده هيرس فبرضه هيوقف لغايه ما يبدا يرس. معايا خلص اهو تمام.
بدأ يعمل اهو ساين اوت لوحده، اقول له كلوز عشان يبدا يعمل ريستارت، او كده كده اتفقنا لو انا سبته بعد 30 ثانيه بيعمل ريستارت لوحده. تمام كده هيخلص، نتشيك عليه بعد كده ايه الدومين كنترولر ده مش شغال حاجه، احنا بس كنا بنتشيك على ان انا بسطب فروم انسر فايل. تمام بعد ما سطب تمام وخلص رسته الجهاز وكل حاجه، اكتب دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز الدومين اللي اتسطب تحت، اكتب دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، نشيك بس ان الان تي اس متسطب وخلص. سايتس ديفولت سايت سيرفرز طول الاكل دايركت ريوتنج الانسر فايل او الباور شيل. تمام.